آمل أن تكونوا قد فهمتم جيدا ما كنت أقول، لأنكم من الآن فصاعدا سوف تنفذون مشيئتي أنا. بدأت أضيق ذرعا بوقاحتك، لنرى متى ستسكتين. لا أبدا، بعد الآن لن تأمريني بالصمت لويزا، لأن الأدوار قد تغيرت. أنت من يسكن الآن تحت سقف بيتي، أنت من يأكل من خبزي. هكذا إذن، هل ستتجرئين على ذلك أيضا؟ ما كنت يوما لأذكرك بذلك. هذه العبارات التي تؤلمك تستحقينها، وقد فزت بها. كان علي قولها حتى أعيدك إلى وعيك. ومن تكونين أنت حتى تقفي في وجهي؟ لست أحدا غوادالوبي. أنا ابنة إيسيكيال سامبرانو، وسوف أحتل الموقع الذي يناسبني. لست شرعية بل لقيطة. والدي اعترف بي. هذا لا يكفي، لا تكوني غبية، والدتك مجرد غانية وأنت أيضا مثل اغسلي فمك قبل ذكر أمي. والدتي كانت امرأة حرة، استسلمت للرجل الذي تريد، لم تخن أحدا ولم تخدع أحدا. يجب عليك احترامها واحترامي كذلك. احترامي، عليكم جميعا أن تحترموني أيضا، وإلا فارحلوا من هنا. سأدنيكم في الشارع دون سنت واحد، لأنكم للأسف تفهمون بالنقود وتتغذون بالنقود ولا تستطيعون العيش بلا نقود. والنقود اليوم ملكي، إنها ملكي أنا، أموالي ملكي. والذي لا يتقبل أوامري فليرحل. أنا سأرحل، أنا سأرحل، سأرحل من هنا على الفور. فيوليتا. نعم أنا هنا سيدتي. فيوليتا أخبريني سيدتي. نعم سيرة. نعم اتبعيني. نعم. ساعديني. عن إذنك مدام. يريد أن يتبعها أحد؟